رسالة خطية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. تضمنت رد قطر الرسمي الذي تم إعداده في وقت سابق على ما عرف بقائمة المطالب الجماعية لدول الحصار، وكان قد وصل إلى الكويت سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية حاملا رسالة سمو الأمير المفدى إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي يقود وساطة كريمة لحل هذه الأزمة. فالخطوة تأكيد على التزام قطر وتمسكها بالوساطة الكويتية المدعومة من الشقيقة الأخرى سلطنة عمان والمشمولة بثقة المجتمع الدولي. هذه القائمة من المطالب في الحقيقة قدمت لترفض، والدول التي قدمتها ليست لديها رغبة في تنفيذ المطالب، كما لم يقدموا أدلة على الادعاءات التي بنيت عليها هذه المطالب. وبالطبع الكل يدرك أن هذه المطالب تمثل خرقا لسيادة دولة قطر وضربا لحرية الصحافة والإعلام، وتفرض حالة القيود ضد الدولة، وستكون لها تداعيات وتبعات على دول أخرى. نحن نحاول أن نكون أكثر التزاما بالوساطة الكويتية وبتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. التمسك القطري بهذه الوساطة الكريمة إذن ينبع من موقف قطر الثابت بضرورة الإبقاء على حل الخلافات الخليجية داخل البيت الخليجي وعلى طاولة الحوار، مهما كان حجم تلك الخلافات أو طبيعة المواقف المعلنة بشأنها. رؤية انسجمت معها مواقف الكثير من العواصم العالمية المهمة التي زارها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية خلال جولته الدبلوماسية الناجحة التي شملت عددا من الدول في أمريكا وأوروبا. دعم الوساطة الكويتية، الجلوس على مائدة الحوار، التفاوض على مطالب معقولة وواقعية ولا تمس السيادة ولا تخالف القانون الدولي، تلك كانت أبرز المواقف التي صدرت عن كل من واشنطن والأمم المتحدة ولندن وباريس وبرلين وروما وغيرها. ورغم حملات التحريض والتخوين التي شنتها دول الحصار على قطر طوال عمر هذه الأزمة، إلا أن الدوحة ظلت على موقفها الثابت من وحدة الصف الخليجي، وأن لا سبيل للخروج من هذا النفق إلا بالتعقل والتحاور والحكمة. اللافت في يوميات هذه الأزمة فاعلية وديناميكية الدبلوماسية القطرية التي اتسمت بالخطاب الواضح والمتزن وقوة المنطق السياسي المرتكز على الحقائق، بالإضافة إلى قدرتها على التواصل الجيد مع الحلفاء والأشقاء ومرونتها في التعاطي مع الصدمات السياسية. كل ذلك مكن دولة قطر من كسب المعركة من الناحيتين السياسية والأخلاقية، وكشف للرأي العام الخليجي هشاشة الادعاءات التي ارتكزت عليها حملات دول الحصار وضعف حججها أمام شعوبها وشعوب المنطقة والعالم.